على منوح زخويات جدولات بتكومات عم إسرائيل. بالرغم من أنه لا يملك سوى 6 مقاعد في الكنيسة، فإن حزب الصهيونية المتدينة برئاسة بتسلئيل سموتريتش يقارع الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو مقارعة الند للند. مفاوضات الحزبين حول تشكيل الحكومة المقبلة تمضي ببطء، لكنها تبدو على طريق مثمر جسده قبول سموتريتش بانتخاب رئيس جديد للكنيست. أعلم بأن هناك أحزاب في الائتلاف لا تدعم انتخاب رئيس جديد للبرلمان. هذا برأيي خطأ فادح، لذا أدعو الجميع للموافقة وتغيير رئيس البرلمان. يجب أن نبدأ الحكم بأسرع وقت ممكن. يقول مراقبو إن أزمة المفاوضات ليست في الحقائب الوزارية بقدر ما تتعلق بشروط أخرى للأحزاب التي تستشعر ضعف نتنياهو وحاجته لها، فتمكنت من ابتزازه بشروط غير مسبوقة من قبيل مطالبته بإضعاف دور المحكمة العليا الإسرائيلية وحرمانها من صلاحية إلغاء بعض التشريعات التي يسنها البرلمان، الأمر الذي بدأ يثير قلق الشارع الإسرائيلي، إذ تفيد أحدث استطلاعات الرأي بتخوف أوساط واسعة من تنازلات نتنياهو والضرر الذي قد يترتب عنها. إنهم يجرون الدولة إلى دوامة خطرة لا ديمقراطية، دوامة ستهدم الاقتصاد والأمن وستجلب لنا عقوبات دولية. كل هذا فقط لأن لديهم مشاكل شخصية. نتنياهو تولى رئاسة وزراء 15 عاما، وعندما لم تكن ضده قضايا فساد لم يكن يفكر بالمس بالقضاء. ووفقا لمراقبين، فإن المفاوضات مع سموتريتش هي الأصعب، وفي حال تجاوزها نتنياهو فإنه سيكون قد اجتاز العقبة الأكبر أمام تشكيل حكومته المقبلة. وحتى حينما يتوصل نتنياهو إلى تشكيل حكومته، فإن مشاكله لن تقف عند هذا الحد حسب المراقبين، إذ أن صعوبة المفاوضات الجارية ليست برأيهم سوى صورة استباقية لما سيكون عليه الأمر بعد تشكيل الحكومة، سيما وأن موقفه يبدو ضعيفا أمام شركاء ليسوا أقوياء عدديا لكنهم قادرون على إسقاط ائتلافه الحكومي في أي لحظة. نضال كنعاني، سكاي نيوز عربية، القدس.